السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من حواء بداية الأسبوع، ويارب يكون أسبوع طيب على حضراتكم إن شاء الله. الأضحية هي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام ومظهر من مظاهر الدين، مأمورين بتعظيمها وتوقيرها. فيقول الله تعالى في كتابه العزيز: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم، بها نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد شرعت الأضحية لحكم سامية فيها إحياء لسنة أبي الأنبياء إبراهيم، واتباع لهدي خاتم الأنبياء والمرسلين، وطاعة لله رب العالمين. تشتمل على كثير من المنافع الدينية والدنيوية. هنتكلم النهاردة عن أحكامها الخاصة تحديدا بالمرأة وشروطها وأدبها في هذه الحلقة من حواء، وهنستقبل اتصالات حضراتكم في الأرقام اللي هتظهر أمام حضراتكم على الشاشة. ولكن خلونا في البداية نرحب بضيفتنا في الاستوديو دكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أهلا بيكي ومنورون. أهلا بيكي وكل السادة المشاهدين. خلينا نطلع نشوف تقرير عن الأضحية والسنة الخاصة بهذه الأضحية ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام وسنة من سنن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وهي كل ما يذبح تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر، وشرعت شكرا لله تعالى على نعمة بلوغ أيام ذي الحجة المباركة التي يتقرب فيها الناس إلى الله تعالى بالحج والعمرة والصيام والصدقات. فأيام ذي الحجة هي أحب الأيام التي يتقرب الناس فيها إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، فصارت مجمع العبادات. والأضحية أحب عمل يقدمه العبد إلى الله تعالى يوم النحر إن كان قادرا مستطيعا، وذلك تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيب بها نفسا. رواه الحاكم وصححه. ويشترط في الأضحية ما يشترط في غيرها من الذبائح، من كون الحيوان حيا، وأن تزهق روحه بالذبح، وأن تكون خالية من العيوب، وأن ينوي المضحي بها التقرب إلى الله تعالى، ويبدأ وقتها من بعد صلاة عيد الأضحى وينتهي بغروب شمس 13 من ذي الحجة. شروط لابد من توافرها في الأضحية، ومعنى الأضحية تحديدا ده اللي هنعرفه من دكتورة هند، معنى هذه الشعيرة ومفهوم الأضحية في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الأضحية من أفضل وأجمل الشعائر الخاصة بدين الإسلام. نعم. المقصود تحديدا بالأضحية عند الفقهاء هي ما يذبح من النعم يوم العيد تقربا إلى الله عز وجل. نعم. يوم عيد الفطر اللي هو يوم النحر تقربا إلى الله عز وجل، ويحددوها بالذبح من الأنعام، لأن هو من شروط الأضحية أن هي تكون من النعم. ما فده يذبح يوم عيد الأضحى من النعم تقربا. نعم. إلى الله عز وجل بنية الأضحية. نعم. لأن ممكن إنسان يذبح يوم عيد النحر وليس بنية الأضحية، فيشترط أن هي تكون بنية الأضحية. فما نعم. يذبح من النعم يوم النحر بنية الأضحية. نعم تمام. طيب ايه الشروط المطلوبه في الاضحيه حتى تتحقق او تكون صحيحه في هذه النيه، وهي نيه اننا نضحي؟ تمام. الاضحيه لها شروط كثير، منها ما يرجع الى الاضحيه ذاتها، يعني الذبيحه اللي انا هذبحها لها شروط خاصه. تمام. ومنها ما يرجع الى الشخص اللي هيضحي بنفسه، يعني الشخص المضحي فيه شروط، ومنها ما يرجع الى الوقت اللي انا هضحي فيه. طيب خلينا نبدا بينا احنا، ايه الشروط المفترض تتوافر لدى من سيقوم بالذبح او المضحي؟ المضحي ممكن يكون هو اللي هيقوم بالذبح، وممكن يكون هيوكل غيره او ينوب غيره في الذبح. نعم. فاحنا نقول شروط المضحي، مش شرط اللي هيقوم بعمليه الذبح. اول حاجه من شروط المضحي هي النيه، ان هو ينوي بهذه الذبيحه نيه الاضحيه، لان زي ما قلنا يمكن ان يذبح ذبيحه في يوم النحر ولكن لا تكون ولكن بغرض اللحم مثلا، ان هو بيذبح يوم النحر عشان اللحم، زي مثلا ما بيعمل الجزارين في هذا اليوم. تمام. فاول حاجه نيه الاضحيه، ان هو ينوي بهذه الذبيحه الاضحيه. نعم. طيب امتى النيه بنويها في الاضحيه؟ اما ان انا انويها وقت الذبح،
لو انا هذبح مثلا فنوي وقت الذبح دين الاضحيه او وقت التعيين. يعني ايه وقت التعيين؟ ان انا اعين هذه الذبيحه للاضحيه اللي هو الوقت اللي انا بشتري فيها يعني. لو انا بشتري فيها فيبقى الوقت ده انا اشتريتها بغرض ان هي تكون عندي اضحيه. او مثلا ممكن يكون عندي مجموعه من النعم في البيت بربيهم مثلا او عندي مزرعه او اي حاجه، فانا بختار واحده منهم كده واقول ان دي اللي هتبقى الاضحيه، فده وقت التعيين. ده اسمه وقت التعيين، الوقت اللي انا بشتري فيه الاضحيه سواء هتكون عندي في البيت او حتى عند المربي اللي بيربيه. تمام. او بطلعها من حاجه تكون مملوكه عندي واعين ان دي اضحيه. تمام. فانا بنوي اما وقت الذبح او وقت التعيين. هل في دعاء لهذا هذه النيه؟ لا، النيه بتكون محلها القلب. تمام. لا يشترط فيها التلفظ يعني. تمام. اول حاجه دي في المضحي اللي هي النيه. تاني حاجه في الشخص المضحي ان هو لا يشترط ان هو يذبحها بنفسه، ان امكن ان هو يذبحها بنفسه بدايه ان هو يقدر على الذبح ويحسنه تمام. لكن لو ما كانش يقدر على الذبح او لا يحسن الذبح يوكل غيره فيها ممن يقدر على الذبح ويحسنه، ايا كان مين هو، ممكن يبقى ابنه او حتى جزار او اي حد موجود في العيله، بس مش شرط ان هو يكون دافع فيه. تمام. ما دام ان هو ايه، ما دام ان هو يقدر على الذبح ويحسنه. تمام. يعني قادر عليه من الناحيه البدنيه مثلا، لان الذبح ده خاصه مع النعم بيحتاج مجهود بدني. ويكون بيحسن الذبح، عارف ازاي بتتم عمليه الذبح. تمام. هل في شروط اخرى خاصه بالمضحي؟ ان هو يكون مالك لهذه الاضحيه، سواء مالك لها عن طريق الهبه، حد وهبها له، او عن طريق ان هو اشتراه. يعني ما ينفعش ان انا اروح اسبح حاجه ليست في ملكي، فكون مالكها ملكيه تامه، سواء حد وهبها لي او تبرع لي بيها او انا اشتريتها من مالي الخاص. تمام. لكن ينفع ان احنا نقول حد يضحي بحاجه غير مملوكه لي؟ لا، لا يجوز. تمام. طيب ده بالنسبه للمضحي، ده الشخص بالنسبه المضحي. بقى للاضحيه نفسها، الاضحيه نفسها بيشترط فيها شروط كتير. اول شرط منها ان هي تكون من النعم. يعني ايه؟ يعني تكون من البقر او الجاموس او الابل او الغنم، والغنم دي بنوعيها الضأن والماعز. تمام. طيب لو حاجه تانية غير النعم دول ينفع ان انا اضحي بيها؟ لا. يعني انا حتى لو ذبحتها بنيه الاضحيه لا تجزئ عن الاضحيه؟ لا، لا تجزئ. طب انا ذبحتها يوم العيد مثلا حاجه من الطيور، ذبحتها يوم العيد بنيه التوسعه على اهلي، اخد فيها اجر التوسعه على الاهل والاقارب، لكن هل اخد فيها اجر الاضحيه او تجزئ عن اضحيه؟ لا، لا تجزئ عن اضحيه، لانها لا تتوفر فيها الشروط. اول شرط هو ان هي تكون من النعم. يعني اما ابل او بقر او جاموس او غنم، والغنم بيشمل النوعين اللي هو الضأن والماعز. تمام. فده اول شرط. الآية القرآنية بتقول ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فده أول شرط. تمام. طيب يشترط بقى في بهيمة الأنعام دي إن هي تكون بلغت سن معين للذبح، بلغت سن الأضحية، اللي هو إيه؟ إذا كانت من الغنم اللي هو ضأن أو ماعز، الضأن تكون تمت 6 شهور، والماعز تكون تمت 6 سنة قمرية وبدأت في الثانية، يعني بداية بينة كده، يعني يكون كمان عدى كام يوم من التانية. نعم. طيب وإذا كانت من البقر أو الجاموس تكون تمت 2 سنة، وإذا كانت من الإبل اللي هي الجمال تكون تمت 5 سنين. تمام. فالشرط ده اللي هو السن محدد ليه عشان إن يكون توفر فيها اللحم، فلما تصل لهذه المرحلة من السن هتكون بقت غزيرة اللحم وبقت هيئة تحقق المقصود من الأضحية اللي هو توزيع اللحم. نعم. طيب لو هي وصلت الوزن اللي ممكن لو في السن ده اتحققه قبل ما توصل السن، هل ينفع؟ ينفع اتغاضى عن شرط السن. يعني مثلا ممكن تكون هي في عمر 1.5 سنة حققت الوزن اللي مثلتها في عمر 2 سنين حققوه، بمعنى ان هم لو 2 كده جم قصاد بعض. انا ممكن يشتبه عليا الامر من هل يجوز ان انا هنا اضحي بيها؟ يجوز ان انا اضحي بيها. طيب هو مادام في وزن محدد في البقر والجاموس وزن 350 كيلو. تمام. طيب هنا في حاجات ساعات بتحصل ان هو بيبقى وزنها ممكن يكون زياده ولكن بتغذيه معينه، هنا كده يجوز؟ مفيش مشكله ما دام. يعني ليه بنقول ان الوزن ما يقلش او العمر ما يقلش؟ عشان ده حد ادنى. تمام. كاقل، ان زاد فبها ونعمه، يعني خير وبركه، لان الغرض منها اللي هي اللحم، ان اللحم يكون طيب. ما دام مثلا ان الحاجات اللي اخذتها مثلا ممكن يكون اخذت علف زياده او اي حاجه معينه ما تكونش ضرت بيها او ضرت باللحم اللي هيتغذى بيه اهل البيت والجيران والفقراء والمساكين. تمام. فيمكن ان هو يشترط فيها السن كأصيل، لكن امتى ممكن نتغاضى عن السن او يتخلف؟ لو وصلت لوزن اللي في مثيلتها في هذا السن بيحققه. تمام. فالاول ان هي تكون من النعم، الاول ان هي تحقق
السن او الوزن المطلوب. تمام. بعد كده ان هي تكون خاليه من العيوب اللي تؤثر عليها كاضحيه وتنقص من لحمها وشحمها. يعني العيوب؟ ايه يعني؟ مثلا ان هي تكون عمياء، ان هي تكون عرجاء عرق شديد، ان هي تكون مقطوعه الذنب اللي هو الذيل، ديلها مقطوع. تمام. يعني في الاكلات بتتعمل من الزير وكده. ليه بنقول العيوب دي؟ العيوب اللي هي تاثر على قيمتها، تاثر على المنتج بتاعها من اللحم. نعم. تاثر على المنتج بتاعها حتى من الشحم. يعني مثلا ايه اللي هي مش اللحمه الرئيسه، يعني الحاجات اللي هي بنسميها كده حلويات او حاجه تبع، يعني مثلا في الضأن لو الاليه مقطوعه لا يجوز ان احنا نضحي بيها. تمام. فلازم ان هي تكون خاليه عن كافه العيوب اللي تنقص كده من قيمتها وتنقص من مقدار اللحم والشحم فيها. وده اخر شرط في شروط الاضحيه نفسها، مظبوط؟ شروط الاضحيه نفسها. طيب هنعرف ايه الحكمه من مشروعيه الاضحيه وفضلها، ولكن بعد الفاصل. فاصل وهنرجع لحضراتكم مره اخرى. فضل عظيم لهذه الشعيرة العظيمة وهي الأضحية، وأحكام خاصة مفترض إن احنا نلتزم بيها حتى تصح هذه الأضحية وتكون النية والعمل مظبوطين ومتوافقين مع هذا الأمر. بجد الترحيب بك يا دكتورة هند. كنا بنتكلم عن ما هي الحكم مشروعية الأضحية وفضل هذا أو هذه الشعيرة، توضح لنا ده. طيب، شعيرة الأضحية من أفضل وأجمل الشعائر في الدين الإسلامي زي ما وضحنا في بداية الحلقة. نعم. طيب ليه كمان هي شريعت؟ لها أغراض نبيلة جدا، منها اللي بيتعلق بينا ومنها اللي بيتعلق بمن قبلنا. زي إيه؟ أول حاجة بتتعلق بينا شكر نعمة الله عز وجل. شكر النعم دي على مدار النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى إداها لنا في مدار العام. نعم. لأن احنا بنيجي في الوقت ده من كل عام ونقوم بعملية الأضحية للقادر عليها. مظبوط. فكأننا كده بنشكر ربنا سبحانه وتعالى على كافة النعم التي أنعم بها علينا طوال العام وما زالت مستمرة معنا. تمام. بل على النعمة كمان إن قد يعني جالنا عام تاني بعد العام اللي احنا كنا فيه، هي نعمة في حد ذاتها. ليه؟ لأن الإنسان لو كان عاصي أو مذنب فربنا سبحانه وتعالى أهمله وقت وإداله بداية عام جديد لعله فيها يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات. وإذا كان مطيع لربنا سبحانه وتعالى فربنا أطال في عمره والوقت اللي هو بيحسن فيه العمل. ومصداقا لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فكده في شكر لله عز وجل على كل النعم اللي موجوده علينا، وهي فرصه لان الانسان يزداد من الطاعات كمان، ولو كان مذنب يرجع الى الله سبحانه وتعالى ويتوب. نعم. ايه كمان؟ ان هي فيها احياء اللي هو مرتبط بمن قبلنا لذكرى سيدنا ابراهيم عليه السلام وولده سيدنا اسماعيل. لما ربنا سبحانه وتعالى افتداه بكبش، فكان القصه كده ان ببساطه ان سيدنا ابراهيم ربنا سبحانه وتعالى امره بذبح ولدي اسماعيل. نعم. فما كان من الولد سيدنا اسماعيل الا انه اطاع الله عز وجل ويعني سلم الامر لله عز وجل. وسيدنا ابراهيم رغم ان هو اب وعاطفه قويه عن اتجاه الابن الا انه برضو اطاع ربنا سبحانه وتعالى وسلم للامر. نعم. ولما خرجوا لتنفيذ الامر ربنا سبحانه وتعالى لان هم اطاعوه في احب الامور اليهم الامر العاطفي، تخيل ان اب هيذبح ولده، فربنا سبحانه وتعالى افتداه بالذبيحه اللي هي الاضحيه. نعم. ولذلك هي شرعت في حقنا احياء لهذه السنه الجميله. نعم. ثالث حاجه يعني معانا من الحكم المشروعيه ان الامر ده فيه توسعه على اهل البيت، توسعه على الجيران والاقارب، توسع على الفقراء والمساكين في هذا اليوم، بحيث ان الامر يكون كان ما فيش حد محتاج في هذا اليوم. كل بيت سواء بيتي او بيت جيراني واهلي واقاربي واصدقائي وحتى الفقراء عندهم كفايه في هذا اليوم. دي من رحمه ربنا بينا الحقيقه. طبعا. فالتوسع على الاهل مطلوبه حتى والانسان لم يقدر على الاضحيه. نعم، حتى لو الانسان لم يقدر على الاضحيه، زي ما قلنا ان هو ممكن يذبح ذبيحه من غير النعم يوسع بها على اهله وياخد ثواب. نعم، يوسع بها على اهله وياخد ثواب. نعم. طيب هل في احكام معينه للمراه اللي عايزه تضحي؟ طيب، المرأة إما أن هي تكون تحت ولاية حد، يعني مثلا تحت مع والدها أو مع زوجها كزوجة أو كده، فالأصل أن المخاطب بالأضحية هنا الأب أو الزوج إذا كان قادر ومستطيع.
لا ثواني، يعني هي دلوقتي لو مسؤولة من حد المفروض الحد ده هو يضحي عنها؟ لأن الأضحية بتجزئ مش عن الفرد لوحده، بتجزئ عنه وعن أهل بيته. تمام. فمثلا إذا ضحى الأب بأضحية وكان قادر عليها وموسر، مع أن الأضحية سنة وليست واجبة، الأضحية حكمها أنها سنة مؤكدة في حق الموسر القادر عليها. تمام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخلت العش وأراد أحدكم أن يضحي فأسند الأمر إلى الإرادة، يعني ما قالش يضحي، لا قال وأراد أن يضحي، فجعل الأمر للإرادة. وما دام إن الأمر للإرادة يبقى الأمر ليس على سبيل الإيجاب والحث، لكن على سبيل الندب والاستحباب. فجي الأب اللي هو رب البيت أو الأسرة موسر وقادر وقال إنه هو هيضحي، هل يلزم إنه زوجته تضحي وبنته تضحي وابنه يضحي؟ لا طبعا، الأضحية تجزئ عن الشخص وأهل بيته. تمام. ولو زوجها ضحى تجزئ نعم عنها وعن أولادها ما دام إن هم أهل بيت واحد. تمام. تجزئ. طيب بتجزئ عن أفراد قد إيه الأضحية؟ الأضحية إذا كانت من الغنم اللي هو الضأن أو الماعز تجزئ عن فرد اللي هو واحد وأهل بيته. طيب وإذا كانت من البقر أو الجاموس أو الإبل تجزئ عن سبعة. سيدنا جابر رضي الله عنه يقول نحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. تمام. هل ده معناه ان الست ممكن تشترك مع مثلا اخواتها في عدد افراد سبعة وتضحي؟ اذا كان هي في حال ان هي لوحدها، يعني مثلا كل واحد من اخواتها عنده بيت مستقل بيه بعيد عنها، مش ان هم في بيت واحد، هم لو في بيت واحد وما زالوا مع اب وام واحده فهي اضحيه واحده تجزئ عنهم. لا، المقصود هي دلوقتي في كل واحده فيهم في بيت منفصل وعايزين يتجمعوا مع بعض كاخوات سيدات يضحوا، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز الاضحيه ان هو سبعه، يعني بما يعادل ان كل فرد ليه كام؟ ليه سبع الاضحيه. تمام. ليه سبع هذه البقره او البدنه. مش شرط ان هم يكونوا اخوات بس، ممكن يكونوا افراد اغراب يشترك سبعة في بدنة أو بقرة. تمام. لكن الغنم اللي هي الضأن أو الماعز لا، فرد واحد فقط. طيب وهنا هي تجزع عن بيتها ولا هي كده بشخصها؟ لأنه يعني الزوج بيبقى عن أسرته. تمام. فهي مش مسؤولة عن أسرتها، فبالتالي هي بتجزع عن نفسها فقط. تمام. لو كان الزوج غير قادر على الأضحية. نعم. أو ممتنع عنها والزوجة عايزة تضحي. يعني إيه ممتنع؟ يعني هو مش عايز إن هو يضحي. هو معاه فلوس وكل حاجه بس هو مش عايز ان هو يضحي. تمام. فهو ممتنع عن الاضحيه. تمام. لكن الزوجه عايزه تضحي، هتضحي عن نفسها ويجزئ عنها وعن زوجها واولادها؟ نعم يجزئ عنها وعن زوجها واولادها. تمام. طيب لا، هي عايزه تعمل الاضحيه، هو مش معاه اموال فهو مش قادر عليها، فهي عايزه تعمل الاضحيه دي ليه، يعني كانه هو اللي بيضحي، كانها هتتبرع له كده بهذا المال، فهي هتجيب الاضحيه هي وتتكفل بيها، فيشترط فيها ان هي تكون باذنه. ليه بإذنه؟ عشان هي دلوقتي ما أصبحتش إن هي بتضحي عن نفسها فهيشمل معها زوجها وأولادها، لا كأنها بتقدم هذه الأضحية له، فلما تأمر بذبحها لازم يكون هو أذن لها في هذا الذبح لأنها كعملية النيابة. وده معناه إن لو الزوج رفض إن هي تشترك في أضحية مع أي شخص آخر أو تقوم بها بنفسها لفرضها لازم هو يوافق؟ لا، هو في فرق ما بين إن هي تذبح عن نفسها وأهل بيتها وإن هي تذبح لزوجها، يعني تجعل الأضحية ليه. يعني لو لنفسها عادي مش لازم إذن. تمام. لكن هي دلوقتي شايفة أن زوجها غير قادر فمش عايزة تحسسه بعدم المقدرة، فعملت إيه؟ فاشترت هي أضحية على أساس أن هي تذبحها يعني نيابة عن جوزها. نعم. فيشترط في النيابة أن هي تكون بإذنه. تمام. لكن هو جوزها مثلا ممتنع أو ما معهوش أموال وهي عايزة تضحي هي لنفسها ويجزئ عنها وعن أولادها، نعم يجزئ عنها وعن أولادها. ولا يحق لي الرفض بالمشاركة؟ لا، ولا يحق لي الرفض. طيب هل في أحكام معينة للسيدة بتختلف عن الأحكام العامة اللي قلناها تقوم بها لتكون هذه الأضحية سليمة؟ لا، يعني بيستوي في شروط الأضحية اللي هي الشروط الخاصة بالمضحي أو الشروط الخاصة بالأضحية أو حتى الشروط الخاصة بالوقت اللي احنا ممكن نذكرها بعدين، إن هي بيستوي فيها الرجال والنساء. يعني حتى في مسألة مثلا الإمساك عن الشعر والظفر وكده بيستوي فيها الرجال والنساء ما دامت إن هي هتضحي بنفسها. لا، ما هذا الحكم؟ القص الشعر والظفر. قص الشعر والظفر وارد في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نمسك عنه اذا دخلت العشر الاول من ذي الحجه وانا عازم وناوي الاضحيه. طيب. تمام. الخطاب ده خاص بمين؟ خاص بمريد الاضحيه، يعني بالشخص اللي هيضحي. يعني ايه؟ يعني لو الزوج او الاب ناوي ان هو يضحي فهو المخاطب بالامساك، زوجته مش مخاطبه بالامساك، اولاده مش مخاطبين بالامساك عن الشعر والظفر، الشخص الوحيد اللي هو مريد التضحيه ده هو اللي مخاطب. يعني دي كده من ضمن الشروط اللي في المضحي ان هو يعملها او من ضمن الاداب؟ هي كسنه مش شرط، بمعنى كفضيله
ان الانسان لو عملها هياخد فيها اجر وثواب امتثال السنه. طيب ولو ما عملهاش هل عليه اسم؟ ليس عليه اسم. تمام. يبقى عندنا فيها حكمين، الحكم الاول انها ليست واجبه وانما هي سنه من قبيل المندوب او المستحب. تمام. ان فعلها اثيب عليها وان لم يفعلها فلا اسم عليه. الامر الثاني، مين المخاطب بيها؟ المخاطب بيها مريد التضحيه، الشخص اللي هيضحي. فلو رب البيت مثلا اب هو الوحيد اللي مخاطب بالامساك، يعني زوجته تاخد من ضفرها ومن شعرها عادي، ايوه. اولاده ياخدوا من ضفرهم ومن شعرهم عادي، ايوه. طب لو المراه بقى نفسها هي مريده الاضحيه، هي بنفسها اللي هتضحي، هل تمسك؟ نعم تمسك على جهه الاستحباب. على جهة الاستحباب. لكن لو هي زوجة لشخص هيضحي هي مش مخاطبة بالإمساك. تمام. فالمخاطب بالإمساك، نكرر أن المخاطب بالإمساك هو مريد الأضحية وده وليس في فترة من حوله. العشر أيام، العشر أيام من ذي الحجة، مادام أنه دخل العشر وهو ناوي وعازم على الأضحية. تمام. لأنه هو ممكن يدخل العشر وهو مش ناوي الأضحية، وبعد كده مثلا يجي يتيسر ليه الامر قبل العيد بيومين او حاجه. او ممكن هو مش ناوي لانه هو ما عندوش مقدره، فهو غير مخاطب بالامساك. تمام. طيب هل هناك توقيت محدد للاضحيه؟ احنا كنا بنقول في ايام التشريق، هل ده صحيح؟ نعم، وقت الاضحيه في وقت كده معين، لو انا ذبحت قبله ما تقعش اضحيه، تقع كده كانها ذبيحه وصدقه على الفقراء. تمام. وكذلك لو ذبحت بعده ما تقعش اضحيه، تقع ذبيحه وصدقه على الفقراء. امتى الوقت ده؟ امتى وقت الاضحيه بيبدا؟ وقت الأضحية بيبدأ بعد صلاة العيد يوم النحر، وإحنا بنقول كده بمقدار بسيط في دخول وقت الضحى، مقدار كده صلاة ركعتين خفيفتين، يعني كأن صلاة العيد والخطبتين اللي معاها، بمعنى إن إحنا بعد ما نصلي العيد كده ونبدأ ننصرف إلى بيوتنا نبدأ في عملية الذبح. طيب إمتى الوقت ده؟ هل وقت بعد صلاة العيد فقط، بعد صلاة عيد يوم النحر فقط هو وقت الأضحية؟ لا، ده الوقت ده ممتد. طيب ممتد لحد إمتى؟ احنا عندنا عيد الاضحى هو يوم العيد وثلاث ايام التشريق بعده، فوقت الاضحيه ممتد الى ثالث ايام التشريق. ثالث ايام التشريق ده اللي هو رابع يوم العيد، لحد امتى؟ لحد غروب الشمس. ثالث ايام التشريق اللي هو رابع يوم العيد، رابع يوم العيد، عشان ايام التشريق بتبدا بعد يوم العيد، عندنا ثلاث ايام بعد يوم العيد دول ايام التشريق الثلاثه. فلو قلنا ثالث ايام التشريق يبقى الثلاث ايام اللي بعد العيد، أو لو حسبناها نسبة إلى العيد هنقول رابع يوم العيد. تمام. غروب شمس الرابع، رابع أيام العيد أو ثالث أيام التشريق. أول ما وقت الغروب ده يجي، لا خلاص أنا ما ينفعش أذبح أضحية بعده، ما تقعش كأضحية، هتبقى ذبيحة عادية. ذبيحة عادية، ولو وزعت منها على الفقراء والأهل هيبقى الأهل من باب التوسيعة والفقراء من باب الصدقة، لكن تجزئ عن أضحية لا، لأن الوقت خرج. فينفع ان انا اذبح في كل هذه الايام؟ ينفع ان انا اذبح، لان والوقت فيها على الساعه، لان ممكن يكون الذابح مش متوفر، الجزار مثلا مشغول. فتكون يعني فرصه قدامنا كل الايام. تمام. الاربع ايام العيد من بعد صلاه عيد يوم النحر الى غروب شمس الثالث من ايام التشريق. نطلع لفاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم مره اخرى. بنجدد الترحيب بحضراتكم مرة أخرى، وبنتكلم عن أحكام الأضحية، وتكلمنا بشكل عام عن هذه الأحكام، وعايزين نعرف في هذه الفقرة هل يجوز للسيدة أن تضحي، يعني تقوم بذبح الأضحية بنفسها؟ ده اللي هناخد إجابته من دكتورة هند. هل يجوز أن السيدة تعمل كده؟ طيب، هي في فرق ما بين ان هي تكون هتضحي يعني ناويه الاضحيه، وان هي هتباشر عمليه الذبح بنفسها. لا، اللي اقصده ان هي تباشر عمليه الذبح بنفسها. طيب، هل يجوز ان هي تقوم بهذا الامر؟ المراه لا مانع ان هي تباشر عمليه الذبح بنفسها ما دامت انها قادره عليه، يعني هي تقدر ان هي تذبح، لان عمليه الذبح بتحتاج الى بعض القوه البدنيه اللي هتتعامل فيها مع عمليه الذبح. فاول شرط عندنا ان هي تكون قادره عليه. طيب تاني شرط ان هي تكون تحسن عمليه الذبح، يعني عارفه ايه اللي بنذبحه من الذبيحه، وعارفه ازاي بتتم عمليه الذبح، لان احنا في الذبح بشرط ان احنا نقطع الودجين والحلقوم. الودجين دول اللي هم الوريد او العرقين الواصلين بالدم في بقيه الجسم، فانت مجرد ما بتقطعيهم الذبيحه خلاص يعني بتخرج الدم، وكده انت فصلتي الموصل ما بين الدماغ وبقيه الجسم. نعم. والحلقوم سواء مجرى الاكل او مجرى الهواء، فاذا كانت تحسن عمليه الذبح وقادره عليه لا مانع ان هي تباشر عمليه الذبح بنفسها. تمام. طيب هي مش هتقدر على عملية الذبح مثلا، يسن في حقها ايه؟ يسن في حقها ان هي تشهد عملية الذبح ما دامت ان هي تقدر عليه.
في بعض النساء هي ما تقدرش تشوف اصلا شكل الذبيحه او ما تقدرش تشوف شكل الدم، فدي عدم مقدره معنويه، فاحنا كده مش ما نقولهاش ان هي تذبح، هي اصلا مش قادره ان هي تشوفها. تمام. لا انا قادره ان انا اذبح وقادره ان انا اتعامل مع هذه الاشياء وعارفه ازاي اذبح كويس وعندي القدره البدنيه عليه، لا مانع ان هي تذبح. طيب انا ما عنديش قدره بدنيه او عندي قدره بدنيه بس انا ما اقدرش كقدره معنويه كده ان انا اذبح بنفسي، او اقدر بس انا يعني ما ذبحتش قبل كده فمش عارفه اذبح ازاي، يسن ليها انها تشهد الاضحيه. يعني ايه تشهد الاضحيه؟ تحضر كده الذبيحه وهي بتندبح، طالما قادره انها تكون موجوده، طالما انها قادره تكون موجوده مفيش اي مشكله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لستنا السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها، قال ايه؟ قومي الى اضحيتك فاشهديها. يعني سيدنا النبي ارشدها الى ان هي مادام لم تتولى عمليه الذبح بنفسها، سواء بقى وكلت غيرها او انابت غيرها في الذبح او جابت حد يحسن الذبح وقدر عليه، لا ان هي تقوم تحضر معاه عمليه الذبح دي وتشهدها. تمام. لكن لو عايزه تذبح بنفسها وعندها القدره عليه وتحسنه مفيش مانع. هل هناك اداب معينه لهذه الاضحيه؟ طيب هو في اداب عامه في عمليه الذبح، وطبعا داخل معانا فيها الاضحيه. من اول الاداب دي ان احنا نحد الشفره اللي هنذبح بيها، لان فيها رحمه بهذا الحيوان. طيب. وهي من قبيل الاحسان اليه. نحد الشفره يعني السكين اللي هيتم بيها ذبح الاضحيه. نعم، السكين اللي هيتم بيها ذبح الاضحيه تكون حاده، ما تكونش يعني بارده كده او تلمه او زي ما بنقول. ليه؟ لان من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. وكمان تكمل الحديث قال وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني احنا مأمورين ان السكين اللي هنذبح بيه يكون حاد، ايوه مأمورين ان هو يكون يعني فيه إراحة للذبيحة وكده، لان ده بيخفف عنها عذاب الذبح. تمام. فده من باب كده الجانب الانساني والرحمة بالحيوان اللي موجود في ديننا الاسلامي. نعم. طيب ايه تاني من الاداب او السنن او المستحبات؟ ان احنا نوجه الذبيحة الى القبلة، بمعنى ان احنا نخليها مستقبلة القبلة، قبلة الصلاة. قبلة الصلاة. نعم. طيب كمان عندنا ايه؟ عندنا طبعا احنا نكبر ونذكر اسم الله على الذبيحة. يعني ايه نقول مثلا بسم الله، بسم الله الله اكبر؟ ان احنا بنكبر ليه؟ لان احنا بنقوم بذبح حيوان، بذبح روح، فلما نكبر نستشعر بان الله عز وجل اكبر مما نفعله بهذه الذبيحة. نعم. يعني انا كده كانسان ربنا جعل لي الحيوان ان انا من الحاجات المسخرة ليا في الارض ان انا اتمتع بيه من الركوب والاكل واللحم وكده. نعم. انا بذبحه وعملية الذبح دي عملية عظيمة جدا يعني، فانا لما اكبر بستشعر ان ربنا سبحانه وتعالى اكبر مما اقوم بفعله في هذا الحيوان. تمام. وكذلك ذكر اسم الله، لان ذكر اسم الله على الذبيحة من شروط اكل الذبيحة. نعم. ان هي تحل لينا ان احنا نذكر اسم الله عليها. تمام. كمان ان احنا ما نعملش اي عمل فيه ايذاء ليها، زي مثلا لو احنا في عمليات الاضحيه كتير كده ان مثلا نبقى هنذبح كذا حاجه ورا بعض، فبيكونوا قدام بعض، فده في ايذاء نفسي للحيوان، فالاولى ان احنا ما نخليهوش يشاهد هذه المناظر. بل بالعكس، احيانا بعض الاضاحي بنشوفها بتنفر لو شافت منظر زي ده. يعني هي لو شافت ذبيحه بتذبح يعني فبنلاقيها بتجري وبتروح يمين وشمال وتتخبط فهي فالاصل ان احنا ما نعملش كده، رحمه ورأفه بيها، او ان احنا ممكن هي ما تشهدش المكان خالص، او ان احنا ممكن نغمي عينيها كده بما لا يجعلها ان هي تشهد هذا المكان. نعم. طيب ايه كمان ان انا ما اعملوش يكون في ايذاء ليها؟ لو انا مثلا هي تحركت مني قبل الذبح او انا مش قادر عليها او كده. طبعا بنشوف مشاهد زي كده كتير. والبعض بيلجا، ودي قسوه واحنا غير مامورين بيها، ان هو يضربها عشان تخضع ليه. فطبعا ده حرام جدا، لان هو مش من الرحمه بالحيوان، احنا مامورين بالرحمه حتى مع الحيوان. مفهوم. وكمان احنا كده بنعذبها، يكفي عمليه الذبح. بل بالعكس، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارشدنا ان احنا نهيئها نفسيا لعمليه الذبح دي، من احنا نقيدها ومن ناحيه ان احنا نحد الشفره او السكين اللي هنذبحها بيها، فدي كلها تهيئه نفسيه ليها وحتى لا نعذبها، سواء من الناحيه النفسيه او من ناحيه الالم اللي هيقع عليها من عمليه الذبح. نعم. فالاصل ان احنا نلتزم بكل هذه الاداب بما لا يعرض نفسنا للايذاء ولا يعرض الذبيحه او الاضحيه للايذاء النفسي او المعنوي. يعني طيب. النفسي او المادي. احنا جاي لنا سؤال من سيدة فاضلة، هي عندها ابنتين، مفروض هي عايزة تعمل أضحية، فهي سؤالها هل تجزأ الابنتين عن هذه الأضحية؟ البنتين متجوزين وموجودين في بيوت أزواجهم، هي عايزة تعمل ده وتبقى بتضحي عن البيت كله والزوج متوفي. تمام.
هو من شروط الأضحية اللي احنا قلنا بتجزئ عن الشخص وأهل بيته إن هم يكونوا من أهل البيت. يعني إيه من أهل البيت؟ أو من علامتها ودلائلها إيه؟ إن هم يكونوا مع بعض في بيت واحد. فهي بدام إن بنتها بنتينها متزوجين، يعني كل واحدة فيهم في بيت منفصل ومع زوج منفصل، مسؤولة منه، مسؤولة منه، فهي ما ينفعش إن هي تجزئ، يعني تضحي والأضحية تجزئ عنهم. طيب ينفع إن هي تساعدهم بمال هي هم للأضحية؟ أو ينفع إن هم يدفعوا مال معاها فيشتركوا في أضحية واحدة؟ يشتركوا زي ما كنا بنقول كسبع أفراد. نعم. مش شرط ان هم يكون عددهم سبعة، يعني هم ممكن يدخلوا نفس المعنى. نعم. يعني ممكن هي تساعدهم بالمال لو هم مش قادرين يضحوا وهي عندها مقدرة، فتساعدهم بالمال، تتبرع لهم بجزء معين من المال مثلا بما يساعدهم ان هم يضحوا، او هم يتبرعوا معاها بجزء من المال، او يدفعوا جزء من المال ويدخلوا كده كأسهم مشتركة في الأضحية. تمام. فتبقى مثلا بنتها الاولى وزوجها سهم، وبنتها الثانية وزوجها سهم، والام سهم. فكده تجزئ الأضحية عنهم. لكن نفس الأمر بالنسبة للرجال؟ طبعا بالنسبة للرجال، ما دام إن كل واحد في بيت ومعيشة مستقلة. لكن لو هما بيجمعهم بيت واحد وأهل بيت واحد، مثلا والدتي عايشة عندي أنا وزوجتي، إحنا عايشين مع بعض في نفس البيت، مثلا والدتي في الدور اللي تحت وأنا في الدور اللي فوق، فإحنا بيت واحد، يعني أسرة واحدة، لا تجزئ عن كل أفراد الأسرة. طب لو الأم هنا عايشة معايا وفي نفس، يعني أنا بصرف عليها وأنا عايزة أضحي، أنا كده بأجزئ عنها؟ نعم تجزئ عن، لو أنت والدتك عايشة معاكي في نفس البيت وأنت اللي متولية عملية الإنفاق عليها وأنت ضحيتي ووالدتك معاكي وأولادك معاكي، تجزئ عنها. تمام. هنستكمل هذا الحديث ولكن بعد الفاصل. من جد الترحيب بحضراتكم مرة أخرى، وتكلمنا عن الأداب والأحكام في هذه الحلقة في الفقرات السابقة، ونتكلم في هذه الفقرة عن توزيع الأضحية. مين اللي المفروض يوزع؟ هل المضحي هو اللي المفروض يوزع، ولا ممكن زوجته أو أمه لو تقدر توزع أو مشتركة معاه؟ ده اللي هنجاوب عليه في هذه الفقرة. بجد الترحيب بك يا دكتورة هند. أهلا بك. قولي لي كيفية التوزيع للأضحية في البداية. طيب بداية الأفضل في الأضحية كأفضلية أن يتم تقسيمها ثلاث أتلات، يعني يبقى عندنا التلت أول هنقسمه وهنوزعه لحد معين، والتلت الثاني هنوزعه لحد معين، والتالت كذلك. تمام. فدي من باب الأفضلية، الأفضل في الأضحية أن هي يتم تقسيمها بهذا الشكل. طيب ازاي هنقسم الثلاث أتلات بعد ما قسمناهم؟ هنوزعهم ازاي؟ التلت الأول معانا هنديه للأهل والجيران والأقارب. تمام. من باب كده الهبات والهدايا. ده التلت الأول. التلت الأول، فأنا مثلا عندي جيراني حتى سواء حتى لو هم ضحوا، عندي أقاربي مثلا، عندي أهلي كده حواليا مثلا، أخويا. ده التلت الأول؟ أيوه. مش أهل البيت؟ لا، أهل البيت ليهم تلت تاني. تمام. فأهلي مثلا أخويا، عمي، خالي مثلا، أو جيراني، أصدقائي، أنا بديهم التلت ده من باب كده الهدايا والتوسيع عليهم. تمام. فده أول تلت معايا اللي هو تلت الهدايا والهبات. طيب بعد كده تلت الصدقات على الفقراء والمساكين، ده بيوزع على الفقراء والمساكين والمحتاجين. فأنا بتحرك كده الناس الفقيرة اللي ممكن ما يكونش عندها لحم من مثلا ذبيحة معينة، أو فين وفين كده على ما بيأكلوا اللحوم، وبنوزع عليهم التلت ده. بقى معانا تلت تالت وهو اللي بيدخر لأهل البيت. ولكن هنا الترتيب زي ما حضرتك قلتي كده؟ لا يشترط بالترتيب، يعني ما هو الثلاث أتلات مش شرط ان انا اطلع الاول او ادخل لبيتي الاول. طبعا احنا بنسارع ان احنا نخرج مكان للفقراء والمساكين الاول. ليه؟ من باب المصارعة الى فعل الخير. تمام. امتثالا لقول الحق تبارك وتعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم. ومعنى ايه؟ نسارع الى الاعمال اللي هي سبب في المغفرة، اللي هي الاعمال الصالحة. نعم. فالترتيب غير مشروط. لا الترتيب غير مشروط. طيب خلينا ناخد رانيا. يا رانيا اتفضلي. الو. ايوه اتفضلي. مساءً طيبين. حضرتك طيبه وبالف خير. كنت عايزه اسال حضرتك حاجه. احنا لما بنضحي جوزي بيبقى عايزني انا اللي اوزع الضحيه وكده. تمام. فحماتي بتبقى متحكمه وعايزه توزع وبتزعل، وجوزي بيبقى عايزني انا لانه بيقول لي انت بتبقي عارفه اكتر عنها. تمام. فانا يعني عايزه يبقى في اشكال في الموضوع. طيب هنرد عليكي حالا يا رانيا. نعمه اتفضلي. يا نعمه. ايوه اتفضلي. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي حضرتك. كل سنه وانتي طيبين. وحضرتك طيبه وبالف خير يا رب. الله يخليك. دلوقتي انا عندي 70 سنه وارمله.
ربنا يديك الصحة. ربنا يبارك فيك. أنا حامل أضحية بالصبع، أنا مشتركة مع الأسرة العيلة عندي قبل الصبع في الأضحية. تمام. فابني هي هتتذبح في عند الجزار، فأنا مش هحضر الذبح. ابني أنا هو اللي هيحضر الذبح، ابني كبير عنده 28 سنة. تمام. هل ده ما يحلقش ولا يقص ضوافر عشان هو اللي هيحضر الذبيح؟ حالاً يا أستاذة نعم. طيب. السؤال الأخير ده مهم، إنه حد هيحضر الأضحية هو شاهد عشان هي سنها لا يسمح لها أنها تكون موجودة. نعم. وهي مشاركة في هذه الأضحية، هل المفروض إنه هو يقوم بالسنن المستحبة اللي احنا قلنا عليها إنه هو لا يقلم أظافره ولا يحلق شعره؟ طيب احنا عندنا أمرين، الأمر الأول إن المخاطب بالإمساك عن قص الظافر وإزالة أي جزء من الشعر الرأس أو البدن هو مريد التضحية، يبقى الست نعمة. تمام. وتاني حاجة إن الخطاب ده خطاب على جهة الاستحباب، يعني هو مستحب أو سنة أو فضيلة. تمام. ليس على جهة الوجوب. يعني لو هي قصت من أظفرها أو أخذت شيء من شعرها هل عليها ذنب؟ لا، ليس عليها ذنب. طيب لو عملته لو تركت يعني شعرها أو الظفر من غير قص هتاخد أجر؟ أيوة هتاخد أجر، فهو فضيلة أو مستحب، إذا عملته هتاخد ثواب، وإذا تركته ليس عليها إثم. والمخاطب هو مريد التضحية. فالشخص اللي هيحضر الذبح مكاني مش مخاطب، الشخص اللي هيذبح نفسه مش مخاطب، لو أنا موكلة حد هو اللي يتولى عملية الذبح أو هو اللي يروح يحضر مكاني أو أي حاجة غير مخاطب. تمام. وهي كده تمام ان هي مش هتقدر تحضر، ف بتنيب ابنها، مفيش مشكله خالص. طيب بالنسبه للاستاذه رانيا، هي جوزها هو اللي بيبقى عايزها توزع الاضحيه بشكل معين، هي عارفه الاضحيه بيبقى فيها ايه، بس بيبقى في خلاف مع حماتها، فزوجها محطوط في موقف محرج وهي كمان محطوطه في موقف محرج، تتصرف ازاي في هذا الامر؟ وهل واجب على الزوجه ان هي اللي توزع الاضحيه؟ طيب هو الأصل إن إحنا بنبعد أو نتلاشى أي خلاف في البيت على جهة العموم. طبعا. لا سيما إذا كنا يوم عيد، فيوم مزبوط. العيد اللي هو يوم البهجة والسرور والفرح ما ينفعش إن إحنا نوجد سبب للخلاف أو الزعل في هذا اليوم. نعم. طيب إحنا إزاي نحل مشكلة إن الزوجة هي اللي هتوزع أو الأم هي اللي هتوزع؟ بإن إحنا مثلا ممكن نقعد نعمل كشف كده بأسماء الناس اللي إحنا هنوزع لها. تمام. والكشف ده يكون بالاتفاق ما بين الزوج والأم والزوجة. تمام. فمثلا نتفق احنا مين جيراننا ومين أقاربنا اللي احنا هنعطيهم من اللحم، فلان وفلان وفلان، نسجل أسمائهم. طيب مين الفقراء والمساكين اللي موجودين في البلدة؟ ممكن تكون زوجته عارفة 2-3، والدته عارفة 2-3 كمان، وبالتالي تحضير هذه القائمة لا يلزم ان هي اللي توزع. تحضير القائمة دي بيمنع عملية النزاع والخلاف. ليه؟ لأن المقصود إيصال اللحم والنفع للفقراء والمساكين والهدايا للأقارب والجيران. نعم. وهي قالت يعني سألت ان هي عارفه مين اللي هيتم ليه عمليه التوزيع، فاحنا لو عملنا الكشف هنتلاشى عمليه الخلاف، وبالتالي اشركها معايا في ان هي توزع، يبقى جبرت بخاطرها وفي نعم. نفس الوقت حققت أي المقصد. ايا كان بقى مين اللي هيدي اللحم نفسه للفقير او المسكين، فده الزوج ماشي، الزوجه ماشي، الام ماشي، بعتنا بيه حد من الاطفال الصغار ماشي، الفقراء جم لحد البيت واخدوه ماشي، بما يعني يستر معه امر الفقير كده، ان احنا نعم. يعني عشان ما نسببلوش احراج ويكون في حاله من العفاف والتعفف وكده، اي حد يوزع له عادي، ويبقى هنا هي عملت حاله من التوازن. نعم. وفي نفس الوقت ما زعلتش حماتها. بالظبط، يعني شافت الناس اللي هي عارفاهم واللي هم يستحقوا واخدت براي حماتها، وكده اصبحنا كلنا مشتركين في عمليه التوزيع، وطبعا حققنا اقصى منفعه وايصال للنفع لايصال اللحم والنفع للفقراء بتوزيعهم الثلاث اتلات اللي مطلوبين منهم. نعم. نعم. انا بشكرك يا دكتوره هند، كل سنه وحضرتك طيبه وشرفتينا ونورتينا، وان شاء الله نتقابل في العيد. نشكر حضراتكم على طيب المتابعة. شعيرة عظيمة وهي الأضحية، من يقدر عليها فيقوم بها وتوزع ثلاثة أتلات، تلت الأول موجود للأقارب والجيران، والتلت الثاني للصدقات، والتلت الثالث لأهل البيت. نبعد خالص عن أن يكون في أي خلاف بين الزوجة والحما، علشان ده أمر غير مرغوب فيه، وكمان ده عيد، فنبعد عن المشكلات دي ونعمل الكشف زي ما قلنا كده، وإن شاء الله يكون عيد سعيد على حضراتكم بإذن الله. استنونا بكرة في حلقة جديدة من حواء.